السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. طبعا أنا شرحت في مقاطع ماضية طرق كثيرة للفارمنج إذا كنت في بداية اللعبة. إذا تقدمت شوي في اللعبة راح أجيب لكم هذه الطريقة من أفضل الطرق حاليا، تقريبا 50,000 لكل دقيقة تجيبها، يعني 50 × 60 3,000,000 رونز في ساعة واحدة إذا تمت تعيد هذه الطريقة. طبعا أول شيء لازم تسويه إنك توصل للمنطقة هذه اللي هي Grand Lift of Dictus. نزلت مقطع خاص عن الماب وكيف إنك تقدر توصل لهذا المكان وتكشف الماب الكامل. فعشان أختصر فيديو نكمل من هنا. المهم بعدين تيجي عند الاوتر وول فانتوم 3، بتمشي فوق وبعدين اليمين حوالين هذا المكان مثل ما انا مشرف بالماوس. المهم بعد ما توصل الاوتر وول فانتوم، طبعا بتمسك خط، جهز نفسك تمسك خط، لكن مجرد ما توصل جريس بوينت هذاك تعرفون على طول توصل فاست ترافل، بعدين وتجمع لك كل دقيقه 50,000 طريقه تستاهل انك تضرب المشوار في بدايه اللعبه. المهم بتدخل في هذا المكان، بتروح يسار وبتفعل اللفت اللي موجود هناك، وباقي الخط مثل ما تشوفون مسرع، بتدعسون سيدة في سيدة في سيدة، بعدين بتدخل في ليدل رويال كابيتال هذه المنطقة. هنا يبالك شوية تركز، صح انه مسرع الفيديو لكن يمديك تبطئه من الفيديو نفسه، تروح تخليه 0.25 ولا شيء. المهم عشان اذا فوت مكان ولا شيء ممكن انك تسوي سلو موشن للفيديو من اليوتيوب نفسه. مش لازم بالضبط تقلد الطريق نفسه، على قولهم كل الطرق تؤدي الى روما، ولكن لازم انك تعرف المكان اللي انا بروح له. المهم بعد ما توصل عند الباب اللي هو عند ايست كابيتال رمبارت جريس بوينت، بتسحب يمين لين الجريس بوينت هذا اللي موجود عند الدائرة، وبعدين من هذا المكان راح تتوجه برضه تدخل لين ما توصل عند الجراند ليفت اوف رولد. وعشان تفعل هذا الليفت برضه تحتاج قطعة، لكن ما شرحتها من قبل، موجودة في هذا المكان اللي هو فيليج اوف البريلف. بتحصل شخص هناك تكلمه ويعطيك القطعة اللي تحتاجها. المهم بعد ما تكلمه وترجع لنفس المكان هذاك وتفعل الليفت، بتنتقل الى الجهة الثانية من الماب اللي هو عند الانسينت سنو فالي رونز او المنطقة الجليدية. بتتبع الطريق هذا مثل ما انا مأشر وبتوصل عند الكاسل سول، بتطلع الطابق او الروف الطابق الاخير من الكاسل هذا وبتمشي نفس الفيديو، وبتحصل الظاهر في الروف بوس لازم انك تقتله، وبعد ما تقتله راح توصل عند الفوربيدن لاند، ومن هنا راح تحصل على الميدالين الثاني اللي راح يوجهنا الى المكان النهائي. بتكمل نفس الشخصية بالضبط، بتمشي نفس الطريق عند الهيدن باث الظاهر كان اسمه، مسرع الفيديو بزيادة اتمنى انه يكون واضح. المهم بتوصل عند الجريس بوينت هذا. اذا وصلت عند الكونسرتد سنوفيلد هذا المكان، انت كذا خلاص 90% من الطريق خلصته، فكل اللي عليك انك تفتح الماب وتوجه نفس المكان هذا اللي مأشر على اليسار، حاول انك تعرف الجريس بوينت بعدين تسحب منها يسار وتأشر على هذا المكان. طبعا بتحصل تليبورتر في هذا المكان، كل اللي عليك تسويه انك تفعله وتنتقل الى العالم الثاني. بتنزل في مكان اسمه الموهوين بالاس، المهم علينا من الاسم مدري اني اخطيت فيه، كل عليك انك تسويه انك تفعل الجريس بوينت اللي موجود في هذا المكان ضروري، وكذا وصلت عند الجريس بوينت اللي بتجلس كل شوي تفرم منه. مثل ما تشوفون يا اخوان تايمر شغال تحت عشان المصداقية، 50,000 في الدقيقة. طبعا فيه ميزة الرادون هذه اللي تستخدمها على السلاح عشان تقرب الأعداء كلهم في منطقة واحدة وتضربهم ضربة واحدة وتفتك. إذا عندك السلاح هذا اللي شرحته أنا في المقطع الماضي راح تفجر. وفيه جلتش ثاني راح أنزل لكم إياه، جلتش استخل جلتش طيب، وفيه فارم ثاني راح أنزل لكم إياه إن شاء الله برضه نفس الطريقة، ولعل إن الطريقة يمكن نفس هذه أو أقل، لكن نفس الشيء في لفة واحدة تجيب المليون. ما يهم السلاح اللي تستخدمه، بس حاول انك تركز على الافكتات اللي تمسك لك جروب وتمسحه، يعني ما يكون الفارمنج بطيء، فهمت علي؟ مش شرط تستخدم هذا الايتم، حاول تستخدم اي ايتم عندك اللي يوجه الضربه جماعيه كذا، عرفت، وتجمع الرونز بطريقه اسرع. والسلاح هذا اللي شرحت لكم اياه خرافي وبيناسب في هذا المكان بشكل اسطوري. اتمنى المقطع نال اعجابكم، لا تنسون اللايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.